نروح بقى للجهاز الفني لمنتخب مصر، الاول طبعا بقياده المدرب البرتغالي روي فيتوريا، على زياره بقى حرص كبير على زياره معسكر منتخب مصر للشباب بقياده كابتن محمود جابر المقام في اسماعيليه، في اطار استعداده لبطوله امم افريقيا اللي هتستضيفها مصر خلال الفتره من 19 فبراير حتى 12 مارس. وحرص روي فيتوريا على الاجتماع مع كابتن محمود جابر المدير الفني لمنتخب الشباب والحديث في بعض الامور الفنيه، كما حرص البرتغالي فيتوريا على تحفيز اللاعبين واكد لهم انهم مستقبل الكره المصريه في السنوات المقبله وضروره بذل اقصى جهد عندهم بشكل كبير جدا في البطوله. بعد ما خلص زيارته مع منتخب مصر للشباب راح زار نادي الاسماعيلي، وطبعا التقى بكابتن احمد حسام ميدو علشان نعرف اكتر بقى عن تفاصيل زيارته للاسماعيليه. معاه نروح نكمل بيت اخبارنا المتنوعه. نجح مسؤول البنك الاهلي في التعاقب مع البوركيني سعيد سمبوري لاعب فريق الاتحاد السكندري خلال فتره الانتقالات الشتويه الحاليه لدعم الفريق، وشارك البوركيني سمبوري في 6 مباريات في هذا الموسم مع فريق الاتحاد السكندري. كمان كشف مصدر داخل نادي البنك الاهلي عن مفاوضات قويه من طبعا البنك الاهلي مع الاسماعيلي لضم باسم مرسي مهاجم الفريق خلال فتره الانتقالات الشتويه الحاليه وابرام صفقه تبادليه بين الناديين. وقال المصدر ان مفاوضات يعني جاريه حتى الان بين المسؤولي في النادي الاسماعيلي مع مسؤولي نادي البنك الاهلي، ويرغب مسؤولي الدراويش في ضم اسلام جابر لاعب خط وسط فريق البنك الاهلي مقابل رحيل باسم مرسي. وعلى فكره باسم قال ايوه في مفاوضات وهو مرحب يكون موجود في الاسماعيلي او البنك الاهلي، قال اللي هم شايفينه يعني يقدر يكون موجود فيه والافضل ليه اكيد نتمناه باسم من اللعيبه المقاتله، نتمنى يعود ايضا للتالق مره اخرى. خلينا نكمل اخبارنا المتنوعه. وتلقى نادي بيراميدز عرضا برتغاليا واخر اسبانيا لرحيل ابراهيم عادل لاعب الفريق خلال فتره الانتقالات الشتويه الجاريه للموسم الحالي 2022-2023. وكشف مصدر ان العرض اللي وصل لبيراميدز للتعاقد مع ابراهيم عادل يصل من 3 الى 3.5 مليون دولار، وهو ما سيتم حسمه خلال الساعات المقبله، وان التعاقد سيكون في فترة الانتقالات الحالية أو الحصول على التوقيع اللاعب والاستمرار مع بيراميدز لنهاية الموسم والانتقال للنادي الجديد من بداية الموسم القادم. لسه مع نادي بيراميدز، ونجح في إنهاء التعاقد مع أحد المهاجمين الأفارقة خلال الساعات الماضية، وسيتم الإعلان عن الصفقة خلال الساعات بعد إنهاء الإجراءات في القيد قبل غلق باب الانتقالات علشان يقترب التونسي فخر الدين بن يوسف من الرحيل عن صفوف بيراميدز لترك مكان للمهاجم الأفريقي الجديد في صفوفه. نجح نادي غزل المحلة في التعاقد مع إبراهيم عايش لاعب وسط أسوان وطارق سامي مدافع الجونة قبل غلق باب الانتقالات الشتوية، وجاء التعاقد مع إبراهيم عايش على سبيل الانتقال النهائي من أسوان، بينما انضم طارق سامي لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة من الجونة. اهتمت الصحف الإيطالية الصادرة صباح اليوم بسقوط ميلان بخماسية مذلة أمام ساسولو في الجولة 20 من الدوري الإيطالي، وكذلك هزيمة يعني يوفنتوس أمام مونزا بهدفين نظيفين، وتصدر الغلاف طبعا في لجازيت ديلو سبورت الإيطالية عنوان هزيمة جديدة وصدمة أخرى منذ يعني طبعا نتيجة كبيرة جدا وهزيمة كبيرة جدا وساحقة، وأكيد كل الصحف الإيطالية تتكلم على هزيمة الكابيرين، ونابولي مكملة بشكل كبير جدا في الصدارة ومتربعة في الصدارة، وده كله بيجي في مصلحة نابولي. أصلا الله يكون في عون عشاق يوفنتوس بعد ما خصموا 15 نقطة، أكيد الدوافع بتقل، أكيد كل حاجة بتكون يعني مش ألطف حاجة، ولكن هنشوف لسه الأدوار القادمة ممكن يحصل فيها إيه واللقاءات القادمة ممكن يحصل فيها إيه. خلينا نروح لليفربول.
واهتمت الصحف الإنجليزية الصادرة صباح اليوم بخروج ليفربول من كأس الاتحاد الإنجليزي بعد سقوطه أمام برايتون في الدور الرابع بنتيجة 2-1 أمس، إلى جانب تسليط الضوء على تتويج طبعا ديكوفيتش بلقب أستراليا المفتوح للتنس للمرة العاشرة في مسيرته الاحترافية. يعني طبعا ألقاب كبيرة جدا، والعشاق التنس أكيد مهتمين جدا جدا بالبطولة بتاعت أستراليا المفتوحة. كلاسيكو جديد بين ريال مدريد طبعا وبرشلونه، والنهارده اجريت قرعه الدور نصف النهائي من بطوله كاس ملك اسبانيا اسفرت على كلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونه فيما اصطدم فريق اتلتيكو بلباو وبنظيره اساسونا. ومن المقرر ان تقام مباراه الذهاب بين ريال مدريد وبرشلونه في نصف نهائي كاس ملك اسبانيا 8 فبراير بملعب سانتياغو برنابيو فيما تقام جوله الاياب اول مارس بالتاكيد في ملعب كامب نو. طبعا عايزين نتكلم على انتقالات الشتوية السعودية، وهي دي كبيرة جدا، والانتقالات الفترة الشتوية في الدوري السعودي وأعلنت 7 أندية من الدوري من أصل 16 ناديا تعاقدات مع اللاعبين بانتقال 25 لاعب 12 محلي و13 أجنبي، وغابت 9 أندية عن التسجيل هي الاتحاد والهلال بسبب الحرمان من التعاقدات، والتعاون والرائد والطائي والوحدة وضمك وفيحاء والاتفاق دول طبعا سجلوا. نبدأ مع بعض كده من عند النصر اللي طبعا أعلن صفقة تاريخية للدوري السعودي بعد التعاقد مع الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، كما وقع مع الحارس الأرجنتيني أوغستين والظهير الأيمن بوشل. يعني دي كلها صفقات كبيرة جدا، أما فريق الباطن فعزز صفقاته بالتعاقد مع 7 لاعبين بعد أن تم حرمانه من فترة الانتقالات الصيفية الماضية من التعاقدات مع اللاعبين، يعني فقدر يعزز بعدد كبير جدا من اللاعبين. وأنا شايف إن الدوري السعودي ماشي بشكل صراحة قوي جدا جدا، وأكتر النادي قدر يعزز صفوفه بشكل قوي، فأنا شايف صراحة أسماء الصفقات اللي موجودة كلها مبهرة، ونتمنى قادم أفضل في الكرة السعودية. كشفت تقارير صحفية أن البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم فريق النصر السعودي حضر يعني في عدة النادي برفقة الأسباني ألفارو جونزاليس اللاعب خط الوسط لتأهيلهما من الإصابات اللي تعرض لها، وأكد الصحيفة الرياضية السعودية أن رونالدو نفذ بعض الجلسات العلاجية تمرينات لياقة بدنية خفيفة في صالة النادي تحت إشراف المعد البدني، فيما اكتفى جونزاليس بالتواجد داخل العيادة الطبية لتنفيذ برنامجه التأهيلي ليستمر 5 أيام للتأهيل من الإصابة في الرباط الأمامي للركبة. يحسن نادي يوفنتوس اليوم وتفاصيل النهائية للخطوة القادمة في استئناف على حكم القاضي الرياضي الإيطالي بعد أن تقرر خصم 15 نقطة من الفريق في جدول الدوري للموسم الحالي بسبب قضية فساد مالي، حيث يستعد القضاء القاضي العام الإيطالي الإصدار تعقيبا تفصيليا اليوم بسبب خصم 15 نقطة من يوفنتوس، والسر وراء اتخاذ هذا القرار.